السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم معنا في واحد الفيديو جديد. اليوم غادي ندير واحد المملحات، يعني ساهلين، يعني هما على شكل بريوش. العجينه ديالي اللي كنستعمل دائما، يعني كنوصل لكم بهاد العجينه، هي كتطلق الملح وكتطلق الحلو في نفس الوقت. هنايا عندي درت نص كيلو ديال الطحين بيض، كيعادل جوج زلايف، ولا اللي كتعبر بالكاس خمسة الكيسان ديال العنبة، وحك ديال دانون السوس، والخميرة المعجونة اللي عندك ديال الحبيبات، اللي عندك الأخرى المعجونة ماشي مشكل بحال بحال. عندي هنايا نيدو جوج معالق كبار، سنيدة معلقة صغيرة، شوية الملحة، ودرت هنايا الزيت البلدية. بغيتي ديري زيت البلدية، بغيتي ديري زيت الرومية اللي بغيتي. وبالنسبه للي ما عندوش الحليب نيدو، ممكن لك ديري الحليب غير العادي، تعجني بالحليب العادي. الا درتي الحليب نيدو كتعجنيه بالماء دافي، درتي ما درتيش نيدو راه كتعجني بالحليب العادي، يكون دافي واحد الشويه باش الخميره هي كتفاعل مع ديك الحراره ديال الماء. دابا ندوزو للطريقه ديال الحشوه باش غادي نعمر هاد الفطائر. كندير جوج بيضات، كنديرهم في الخلاط الكهربائي، كنضيف عليهم ثلاثه ديال الفرماجات مثلثين، ولا بغيتي لافاش كاين، انا درت انا لافاش كيري، بغيتي ديري كيري، اي نوع عندك ديال الفرماج ماشي مشكل. فرماج حمر محكوك حتى هو كنضيفيه، من بعد كتضيفي عليه قزبر ومعدنوس شويه ماشي بزاف، وكطحني كلشي، كطحني هادو هما الاولين. البصله كتكون عندك، انايا طحنتها ما صورتهاش، البصله هي حتى هي طحنتهم في هاد الخلاط هذا. ومن بعد كتخلطي كلشي في دقه واحده باش كتسهل عليك العمليه ديال الطحن. صافي هو الخليط كيصبح جاهز، كتضيفي عليه سحوق الثوم الا كان ما كانش ماشي مشكل. هنايا هي العجينه ديالي، من بعد ما خمرات كنخرج منها داك الهواء اللي فيها. هاياك تولي عجينه ساهله في الخدمه ديالها. صافي كندلكها بالمدلك، كنرشو الطحين، ضروري الطحين باش ما تلصقش. هي كتكون في الاول كتلصق، ولكن من بعد ما كتخمر وداكشي كتجي ساهله، ما كتبقى لا تلصق لا حتى شي حاجه. ويلي ضروري من الطحين ملي كتبغي تقطعيه كتقطعيهم بهادي باي زلافه عندك ومن الحجم اللي بغيتي نتيا. انا درتهم هكذا صغيرين شويه،